اليوم عندنا الندوة الرقمية عم تحكي على عالم الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، من المعاملات المالية للروبوتات، ولعنا البنوك والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم. وأكيد رح نعرف أكثر من الأستاذ فهد، اللي هو عاملين مجلس الإمارات واليابان عملوا هاي الندوة على مدار 5 مرات في السنة. طبعا رح نعرف أكثر من الأستاذ فهد العبسي رئيس مجلس الإمارات اليابان. كيف صحتك أستاذ فهد؟ السلام عليكم. الله يسلمك. كيف صحتك؟ بدنا نستفسر منك، ليش قررتوا تقيموا هذه الندوة وليش بالذات بالذكاء الاصطناعي؟ الندوة هاي عن الذكاء الاصطناعي لأن مثل ما تشوف التوجه عندنا في الدولة والفيجن اللي هو لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب للنهوض بالصناعات ودعم اللي هو تطور دولتنا الكريمة، يحتاج إلى استخدام الذكاء الاصطناعي ودمجه في نظام العمل أو نظام التعليم أو في أنظمة الصناعة وحتى يدخل في الطب وغيره. فبغينا أن احنا نجيب نظرة جديدة ورؤية في الذكاء الاصطناعي من اليابان، اللي هي دولة صار لها مدة طويلة تستخدم الذكاء الاصطناعي في أشياء كثيرة إيجابية لتطوير المجتمع ولتطوير المواد. هل فينا نعرف بمختصر سريع جدا شو الأساسات، 5 ندوات الأساسية في الذكاء الاصطناعي؟ أول ندوة اللي هي الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم وفي مجال الصناعة وفي مجال اللي هو التواصل، فإن شاء الله هاي الندوة بنغطي فيها المواضيع هذه. الندوة الثانية اللي هي التكنولوجيا في عالم الأسواق المالية، وفي شركات من الأسواق المالية في اليابان بتي على أبوظبي إن شاء الله في ماي. الندوة الثالثة اللي هي عن الروبوتات وباستخدام الذكاء الاصطناعي وباستخدام ما تسمى بالرؤية السريعة، وهي لعملية تطوير وتحسين وتسريع وتقليل تكلفة الصناعة في المستقبل. الندوة الرابعة اللي بتكون إن شاء الله عن الجيل الرابع للصناعة، واللي هو من أكبر الأشياء اللي يتكلمون عليها حول العالم الآن، بتكون في شركات وتكنولوجيا يابانية تساعد النهوض ودعم الشركات الصغيرة والكبيرة في دولتنا الكريمة باستخدام هذه التكنولوجيا والتعاون وياهم. طبعا الندوة الخامسة والأخيرة بتكون عن اللي هي السايبر سيكوريتي، اللي هو بالنسبة حق العملات عن طريق الانترنت أو المعاملات عن طريق الانترنت، وكيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بتساعد أن تسوي حياتنا آمن وأفضل في المستقبل القريب.